أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. إذا نذهب بكم إلى ملف قضية الدخان المعروفة، حيث اليوم تم تكفيل أحد المتهمين وهو الوزير السابق منير عويس. للحديث عن هذا الموضوع معنا على الهاتف المحامي الدولي والخبير القانوني الأستاذ فيصل الخزاعي. أستاذ فيصل مساء الخير. يا هلا، يسعد مساءكم جميعا ومساء جميع المشاهدين الكرام. يعني اليوم تكفيل أحد المتهمين، السياق القانوني، يعني حدثنا عن السياق القانوني، خاصة أن القضية مجتمعية والناس يعني بتحب تعرف يعني التكفيل على أي أساس. تفضل. شكرا سيدي. القضية ليست قضية مجتمعية فقط، القضية قضية رأي عام على مستوى الأردن كاملة أستاذنا الفاضل. صحيح. ابتداء تحياتي الحارة لكم جميعا، لكل العاملين في هذه القناة التي نعتز ونفتخر بها وبكل العاملين بها، القناة التي تتحسس نبض الشارع ومشاكل المواطنين وعلى مقربة منهم. تسلم أستاذي الفاضل، شكرا على سؤالك القيم. اليوم يعني تم تكفيل المهندس منير عويس بناء على الطلب المقدم من وكيل الدفاع المحامي المهندس عمر عويس، والأسباب التي يعني وضعها بطلب التكفيل أعتقد أنها كانت مقنعة لهيئة المحكمة ولعطوفة العميد الدكتور محمد العفيف رئيس محكمة أمن الدولة، ألا وهي كبر سنه ولظروفه الصحية. فهذه الأسباب يعني كانت تقريبا مقنعة لدى محكمة أمن الدولة في سبيل تكفيله بكفالة عدلية قيمتها 100,000 دينار. نعم أستاذ فيصل، يعني هذه الأسباب عادة يؤخذ بها يعني في الصيرورة القانونية، مش هيك أستاذ فيصل؟ نعم يؤخذ بها. نعم هناك يعني اعتقد انه خلال المرحله القادمه يعني اعتقد انه يعني حتى لمدير عام الجمارك السابق وضاح الحمود نتيجه للوضع الصحي تبعه وايضا لظروف الصحيه، اعتقد ان وكيل الدفاع تبعه زميلي الفاضل راح يقدم طلب تكفيل لغايات يعني تكفيله واستكمال علاجه في المدينه الطبيه نتيجه للظروف الصحيه التي يعاني منها والتي يمر بها في الوقت الحاضر. يعني ممكن كمان يتكفل المتهم الرئيسي؟ اعتقد يعني على هذا ظل قرار محكمه ويحترم، يعني قرار محكمه امن الدوله هو قرار يحترم سواء بالتكفيل او بعدم التكفيل، بالموافقه على التكفيل او برفض التكفيل، هو قرار يحترم من قبل هيئه المحكمه وعلى راسهم عطوفه الدكتور محمد بيك العتيف، عطوفه الدكتور العميد محمد بيك العتيف، له وجهه نظر خاصه للظروف الانسانيه التي يمر فيها الموقوفين حاليا، هو يبقى قرار يحترم من قبل هيئه المحكمه محكمه امن الدوله التي نحترمها ونجلها. نعم. الآن بصيروا يجوا على الجلسات وحتى نهاية المحاكمة، كم يتوقع للقضية يعني بخبرتك القانونية حتى تحسم ويصدر فيها قرار الحكم؟ يا سيدي، ابتداء هي قضية جريمة اقتصادية تمس الاقتصاد الوطني ابتداء، يعني ومحكمة أمن الدولة يعني حقيقة كانت يعني مختصة في النظر في مثل هذه القضايا، قضايا الجرائم الاقتصادية التي تمس الاقتصاد الوطني والأمن الاقتصادي الوطني، وهي مختصة كما يعني أنا تحدثت سابقا في كثير من لقاءاتي وعلى مقابلاتي أنها هي مختصة في هذا المجال. هي قضية يعني في المحصلة النهائية قضية مالية وقضية جريمة اقتصادية، وفي المحصلة النهائية هناك الشق المالي إذا تم يعني بعد صدور قرار الحكم من خلال محكمة أمن الدولة إذا تم دفعه سيكون هناك إغلاق لهذا الملف الذي ينتظره الشعب الأردني بفارغ الصبر، وايضا كمان هو يعني استكمال لتوجيهات جلاله سيدنا حول كسر ظهر الفساد ومحاربه الفساد والفاسدين. هذه القضيه قضيه راي عام، سيد البلاد وصاحب القرار في الدوله الاردنيه مهتم جدا في هذه القضيه. يعني حتى الموظف العام مثلا مثل مدير الجمارك بننتظر منه يدفع مصاري بس؟ طبعا هو يعني هي القضيه بالتكافل والتضامن، يعني الاظناء يعني الذين الان يمثلون امام محكمه امن الدوله كلهم متهمين الان. احد يعني للامانه اقول لك اياها يعني هو متهمين حسب قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمه امن الدوله، لكن ارجع واؤكد ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته، لكن وصولهم امام المحكمه امام محكمه امن الدوله يعتبروا في حكم المتهمين.
نعم، بدي أشكرك شكر جزيل على كل هذه التوضيحات. شكرا لك المحامي الدولي والخبير القانوني الأستاذ فيصل الخزاعي. شكرا لك أستاذ فيصل، حدثنا عن الإفراج اليوم عن الوزير السابق المهندس منير عويس، أحد المتهمين في قضية الدخان المعروفة، وكما أشار المتهم بريء حتى تثبت إدانته. نكتفي بالحديث عن هذا الملف، نذهب إلى وقفة قصيرة ثم نعود.